يعني ربنا عز وجل يحب أن يرى عبده في أماكن معينة وفي مواقف معينة. والسؤال الآن، البعض بيقارن أنا أعتكف في مسجد في قريتي ولا في مدينتي، والمسجد فيه مروحة وفيه تكييف وفيه حمامات كويسة، وأهلي هيجيبوا لي أكل ولا زمايلي هنجيب أنا أكل، أكل ومريح، وده إحنا بنقرأ القرآن وبنعتكف وبنحكي وبننام براحتنا، ولا يسعوا من قراهم ومن مدنهم ومن محافظاتهم إلى أماكن الاعتصام رغم ما فيها من بهدلة ومخاطر ربما تصل إلى القتل؟ في ميزان الشرع أو فتوى، أيهما أفضل، أن يأتي الجميع إلى اعتصاماتكم وهي في مكانة الاعتكاف، أم يظلوا في معتكفهم أو معتكفاتهم في مساجدهم؟ أنا يعني في الحقيقة باختصار شديد جدا، المعتكف في مسجده وفي قريته وفي مدينته يحيي نفسه أو يحيي نفسا واحدة، أما المعتكف عندنا في الميادين فيحيي دولة ويحيي أمة ويحيي هوية وينصر رسالة وينصر رسالة. يا إخوة، الرهان الآن على محو إسلامية مصر، واقرأوا وانظروا في كل قنواتهم ستجدون مصداق ذلك. اما يعني تجلس وترعى نفسك وكذا وكذا وتذكر، ها هنا كل انواع العبادة التي تحب ان تراها في معتكفك موجودة ها هنا من فضل الله عز وجل، بل ما هو اكثر من ذلك، ها هنا نرى مشايخنا وعلماءنا وكبرنا وعظماءنا، نرى كل يعني انواع الخير موجودة ها هنا. فانت ان اردت ان تساهم في احياء دولة والاطفال المجاهدين دول بيحرجوا المعتكفين هناك. او الجالسين. واحنا جئنا من السعوديه بابنائنا دكتور عاطف، حتى بيسالوك في الكنتر بيقول لك دول ارهابيين. مشاريع دول لسه مشاريع. جئنا هنا ارهابي نونو دي. صحيح، انا عندي شقه قريبه من الحرم. كنت بقول لحضرتك وتركنا السعوديه وجينا هنا حتى ندرس في هذه الاماكن. يا اخوه، هذه عباده من احسن انواع العبادات واكبرها واعظمها عند الله عز وجل. صحيح. روح نعتكف الان ولو في الحرم، انا تعال هنا وشوف في ساحه. نعم، بس يا مولانا مش حاجه اخي افضل من عباده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاعتصام هنا في الميادين في هذه الاماكن لانك في حاجه الامه وفي حاجه الدين وفي حاجه الشريعه، افضل من اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على فكره احنا من النهارده المنصه في رابعه هتبدا تدعو جموع المسلمين في ربوع مصر للاعتكاف في الميادين كلهم في محافظته، او المجيء الى هنا او الى النهضه للاعتكاف، لنيه الاعتكاف والاعتصام. وبعدين كمان الرباط في سبيل الله اعلى درجه من الاعتكاف، لا الاعتكاف سنه، لكن الرباط في هذه المرحله اصبح فريضه، وفريضه الوقت. وبالتالي هنجمع فريضة مع نافلة، نيجي هنا ناخد ثواب مضاعف إن شاء الله تبارك وتعالى، نيجي الناس كلها تعتكف معنا في الميادين رجال ونساء، وإن شاء الله عز وجل يعني سيكون أفضل اعتكاف تعتكف في حياتك كلها. صحيح. هو ما تعتكفه هنا.